سمر حلوين في هجوم، يا سلام! اتساديو اتساديو اللي بدأها، هو اللي بدأها فاليري، هو اللي صنعها وختمها، هو اللي قطعها وهو اللي نزلها بصدره وقال له شوت. يا سلام يا سلام على كرة لكرومانيزي تفرح عشاق الانتر والميلان ولاتسيو. كرة عالية أمامية، يا سلام يا سلام! الدياب تريد دوري الأبطال. سبيناتزولا سليمة سليمة، الله على استلام، حطها بهدوء، الظهير الأيسر يسجل الآن بمصلحة نادي روما ويسجل أول أهدافه في دوري هذا الموسم، أول أهداف سبيناتزولا في دوري هذا الموسم. 35 والحكم 39 والكرة في المرمى، بعد 93 سنة كرومانيزي يريد أن يحقق أول انتصار له على روما في ملعب جيوفاني زيني. كان جيوفاني هو الأصح، وضعها في المرمى وأعلن عن تقدم كرومانيزي بالهدف الثاني في مرمى روما.